عمرو اللي هرب بريم عشان يعمل اللي هو عايزه ويتجوز من ورانا، وخالد اللي فضل يعصاني ويعاند فيا عشان يعمل اللي هو عايزه ويرتبط بواحدة أنا مش راضي عنها، لحد ما خلاني أنفذ له كل اللي هو عايزه عشان ما كررش الغلطة بتاعت أخوه. وطارق ومها برضه بيعملوا اللي هم عايزينه وهيتجوزوا من ورانا. وأنا كنت هموت مضروب بالرصاص على ايد اخويا. اللي عملوه ولادك ده بالصدفة يا سميحة، بالصدفة، لان اللي بيزرع غلط وباطل لازم يجني غلط وباطل. فضل انت بتقول ايه؟ بقول اللي رايحنا ده كمان عشان الكل يبقى الكل اللي جواه وارتاح. اللي عملوه ده يا سميحة هو التمر اللي بندفعه كلنا بسببك انت يا سميحة. كفاية يا فضل يا ولدي. لا مش كفاية، طبعا كلكم ارتحتوا لما عرفتوا واتأكدتوا ان طارق مش اخوكم. انا عايز اقول لكم على حاجة، طارق كان ممكن يبقى اخوكو، طارق كان ممكن يبقى ابني لولا اللعبه اللي عملتها امكم على صاحبه عمرها زمان نهله وفرقت بينا عشان اتجوزها هي.